القران ذوال ربي عزيزا السفوغان سطلا مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلما ورثكين دما. قراننا قلوبنا له سكن، ارواحنا له وطن، يملا فينا عقلا ووجدانا، ما اتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرانا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش ابد الدهر ظمانا، وليس يغنيه عن سؤله وان شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس رقم 445 من دروس التفسير، ولا نزال مع سورة فاطر. نبدأ سورة فاطر بالتفسير الساقي ميرد ربي إن شاء الله. هذا نفسر سيليا فيس 11 لما ذليا فيس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب. أكي قفذا ربي سبحانه ليا فيس 11 من سورة فاطر. ذا سمحتي ربنا يذكرنا بالأصل الأول، أصل الخلقة. يخلق آدم سكوكال والآية قيطس دلالات الساعة، عدة دلالات، تذكير بأصل بالأصل المشترك للإنسان، وهو ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف: كلكم لآدم وآدم من تراب. بشري زرف نادم ذنوي ظلاصليس يخلق ربي أم زور يكذي الدنيث آدم سقوكال نكون إذا غنوال سكال سقوكال سكال أما كنس النوم مذياز إناس أكال إغيشن أرى غيشن أكال إغيشن أرى غيشن ثورا سوى شو أن دام كنس عيشي تسيم زين دير ذن ذي الخير أكوين رزق سقوى أكال، ولكن أكالاقي إغيشن أدي سواس ذن ترى غيشن وكل شيء سنحكم من ربي سبحانه. ما يزرف نادم لاصليس ورينكرر لاصليس تتفهر العقل ذي الله، يعني ذي سورة الإسراء مدينة ربي سبحانه مثلا الآية 137: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أريز ميريون أذي شري القاعة ثم سيدار نيس إذا طغى وتجبر، أوري الزمير ذي غلفي ذرارس القديس ما يسعى المتر وسبعين، ذي قيم المتر وسبعين ذي القديس سمي تيمغور سمي خنو يتصبو أوري تساليارا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وبعدين شو دينا؟ ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني أشار الله عز وجل بعد ذلك كيف أن النوع البشري لا ينقرض، فقدر بحكمته الجليلة بث هذه الزوجية في الكون، وهذه لا تخص بني آدم، لا، انبثاث الزوجية في الكون في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم، مصداقا لقوله تعالى في سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ليظل الإعجاز القرآني قائما، وهو ما أكده الله في سورة الذاريات الآية 49: ومن كل شيء خلقنا زوجين. الآية 11 سورة فاطر، الآية 36 سورة ياسين، الآية 49 سورة الذاريات. القرآن يفسر بعضه بعضا. ربي ذاك اسمك ثايا غيدي مغدينا لصل وان سكوكال من بعد الدنيا تكمل
إلا ذكر ثلاثة ذكر وأنثى ثقيث الله أما ذي الحيوان أما الضيور أما بنادم كل حتى في جميع العوالم في عالم السحاب عالم السحاب فذكث له والله يبارك هناك عملية تلقيح حصلت في هذا الكون في هذا السماء ربي سبحانه يجمع ذاك سيكنا سيكنا يسعى نمان إلى آخره وبعدين يكون تلقيح بين السحابة الحاملة للموجب لبلوس لموا زرام وقاذي غران علم الفلك غران العلوم ذات الصلة بهذه الأمور يفهمون هذا الأمر جيدا ولكن العلماء يكتشفون هذه القوانين ولا يخلقونها من عدم أي عالم في جميع التخصصات العالم المؤدب يقر بأنه لا يخلق لو كرياتور لا يون ولكن العالم يكتشف في مجال البيولوجيا في الميديسين في علم الفلك في الجيولوجي في الأسترونومي في كل شيء ربي دي خلق كل شيء إنما أمذان يتنادي يوفى يتنادي يستمسنيس إما استجربة ناس مسني هذا مكان لذلك هذه مصادر العلم والمعرفة إما عن طريق التلقين عن طريق التجربة والملاحظة إلى آخر ما نعلم ذكي ربي سبحانه مدينة انبثاث الزوجية الذي ثقي وجه من وجوه الإعجاز أما في القرآن الكريم وهذه الآيات يعني آيات تحمل دلالات علمية ولا الإنسان باش يسبح ربي يقول سبحان الله لذلك سورة ياسين الآية 36 بدأت بسبحان للتعظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سورة الإسراء سبحان معنى توقعوا انتظروا أمرا عجبا ستسمعونه في الوحي ذا جميل دينار بالآية 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها تشفان بين قوسين النهار اللي كاتر فانساز من نظر في الكلوناج بعد لما العلماء بظن اكتشف المقان لادين لا كارت جينيتيك البطاقة الوراثية ومن بعد كيردو غفل ذا القرآن خذ من الكلوناج يثيخسي ثيخسي دولي دولي كنت سميتي اسمي دولي من بعد يكروه روحو يكر يونس قردشان شتيلات يرلي فيلوزوف ير علماء الفيزياء علماء الشريعة علماء القانون علماء إلى آخره من بعد سقر من يستحق الكلوناج باش يدخل فوتوكوبي إيش أدم شوية سي شعرك ناقص كذا مني كاد السوف غادي ونمشي فوتوكوبي كروا ولا اشتلاف ناس وانو يستاهل الكلوناج الاستنساخ البشري هم الاغنياء ماشي الفقراء ولكن ديجا يبدا التمييز الفقراء لا يستحقون حياه وحده بزاف عليهم اما الاغنياء يستحقون من بعدين يقارني لا معيار واخر سيدي بارم واحد اخر إنك لا الحائزون على بري نوبل الحائزون على جائزة نوبل للعلوم كما أليكسيس كاريل ولا العلماء الكبار وطبعا بين قوسين جائزة نوبل فيها ما يقال ولكن هم يقولون في غدين في الآخر ربي سبحانه أثبت بأن أيها العلماء ربي قال وفوق كل ذي علم عليم وحدة في سنة أنتم لستم لا تخلقون أنتم تكتشفون ولكن هذا العلم الذي تحملون إذا انضبط بالوحي عمر وإذا انفصل عن الوحي دمر ثم سنين القرايا مثشو دار سيدي ربي سواليس أتغار ثم سنين أتفنو وتهدو أتجبر وتروزو أتزيزدي وتسلوغو ما إلا ثموسني تبعد في سيدي ربي آتسو غال ثموسني تهدون وتزرام ثموسني وليس عن ثموسني ما يبغى ذي سخصر هذه سخصر مليح أخطر يسعى ثموسني ثموسني ذي نبدينا ربي شو دينا في القراية إن اقرأ باسم ربك هاي فرات وحدها اقرأ باسم ربك الجواب هنا إذا اتصلت القراءة والعلم
بالله عز وجل تكون قراءة نافعة، العلم النافع. لذلك شدنا ربي من بعد وما تحمل من أنثى ثم تصرف دقاء بوضيس من بعد نشو ولا تضع إلا بعلمه. كل شيء بعلم الله. سيفريت ولا لا تكنولوجي مقارث من بعد ليكوغرافي خدم لي زاناليز اكيد ذا قشيش ناس قشيش مفهوم في حديث طويل. وكاين اللي يقول لك لازم نديروا ابحاث باش نتحكم في النوع. التفضيل ساعه كانت قشيشين استخدمنا كنيون البروتوكول كذا هذه ساعه قشيش. اخاف ان اطيل الحديث في النقطه هذه لنعود الى هذا الموضوع، مازلنا صور اخرى سترجعنا للحديث عن هذه النقطة بالتفصيل، ولكن نعطيكم جواب في سورة الحج الآية الخامسة. ربي قال ونقر في الأرحام ما نشاء. أين يبغى ربي ذي ضرو؟ أين يبغى ربي ذي ضرو؟ لقيت شاسني غفلان بعد المقارنة اسميس الإجهاض لافورتمون ما إلا تضيون اسميسي هل يتقع بوض قماس أكين نسغلي ثيد إيش حالي غفلان وثيكوا ليكوغرافية هذا رزنة الأطباء أتغلظ من بعد تدفقين شغل الوحش يوث المحنة غنشتيلات من بعد ديس الكود بينال قانون العقوبات يجرم هذا العمل لافورتمون الإجهاض حرام كاع الشركاء في الجريمه كي الطبيب كي الفرملي كي المخدر ذا غبر ذا مقرر باسكو يغال فينومين ظاهره في بعض الدول يديروا الاجهاض لافورتمون درجه سموها المجازر البشريه مجزره معنى الاحياء يقررون نهايه الاجنه في البطون. نعم واحد سنه كي ديسيديت الطفل هذا ما يجيش على اخويا علاش تديسيدي انت دي فوا الزوجه دي فوا في زوج الاب والام دي فوا دي فوا دي فوا لماذا؟ وربي سبحانه يهضر في هذا اللون حقوق الانسان والحق الاول حقه في الحياه. كيما انت عندك حق الحياه راك عايش باي حق تحرم هذاك الجنين من حقه في الحياه؟ الزرفان بومذان وقيد ذا الزرفي سينس أتصن تمسالي قلان ذي الموضوع عاقي أنا عديك أنا كفلاس نسلم غولة أم بعدين ناد وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني العمر ذا العمر لا أحد يتحكم. أي واحد منا عنده تاريخ الميلاد تقول له ماذا وقتاش زدت؟ يقول لك 10/5/1990 أو نعم من بعد الوفاة الله أعلم هذيك كيف كيف قاع ربينا دول كل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وميفكر بيثغزي العمر وإن أروح كان تروح الجبانات شوف لي الدات واحد عاش عامين واحد عاش يومين واحد عاش 100 سنة واحد عاش 70 سنة الله أعلم هذه حكمة الله. حنا المسلم الذكي لازم يستعد وتزود فإن خير الزاد التقوى سورة البقرة. الإنسان يحضر زاده للسفر كاين فواياج سفر إترنيل لا في إترنيل راهي لهي نحضر أنفسنا للسفر متى شاء الله لا ندري لا ندري. الشاعر الشافعي يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ومذياز الناس الصلاة في النبي الطاهر نتسند فاف نشفاعة فقسطن المثزغ ثوعر أشحال فردان سعى إكفغو يغزف العمر لابد دوض الساعة. إن ذلك على الله يسير. ربي كل شيء عنده يسير. أتعلمون لما؟ لأنه هو صاحب العلم المطلق وصاحب القدرة المطلقة. أين يبغى أذي ضر هذا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وجاج. سبحان الله هذا أيضا الموضوع ذكرناه منذ حوالي 5 سنوات شرحناه بشيء من التفصيل. فكذا آية من آيات الإعجاز لتبين قدرة الله المطلقة. سبحان الله البحر لو كان كاين غير البحر لو كان وري من لحاره
يضرب كضروري ذنغ الدونيس وزرم نسبة بوامان بارابور اليابسة ثمانية طاس تصوروا لو كان أمن البحر ورملاحي ثارة مشكلة أشحالي كاميون إقلا قناوي الملح باش نخدم الملح اسمي ماشي ذا المرقة ماشي ذا المرقة صفنض الملحنا هاو ذا البحار محيطات ولكن ذا سبحان الله عالم آخر السجلة دي سبيسياليتي في الموضوع يقول لك فلان مختص في علم البحار السبيسياليتي كلما زادت العلوم كلما زادت دقتها تدقيق العلمي هذا في علم البحار هذا في التخصصات سيدي سبيسياليتي خطر بنادم عمره لا يسمح له أن يحيط بأن يعرف ماشي أن يحيط أن يعرف ببعض ما في البحر من أسرار لذلك وفوق كل ذي علم عليم ربي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أين تسنم أكن مثل يكث مسني مسنون أد النجمع ذا الشويط غرث مسني سيدي ربي نسير دينان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقلا يستويان يون ماء عن فرات تكسف هذه تكس الشياضة من الهالي في السيث وأيضا ملح أجاج يسعى الملح يعني الملوحة ثقوى ذي سوى من كل وبعدين دوا من كل انت يقولون له لحم طرية ودينا لا أنواع السمك أتش مظل البحر أشحال يقول لنا الصنف نلحوث لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن ربي سبحانه ذكر الوصف قال ومن كل تأكلون لحما طريا لحما طريا وريح وجهة زلوغ وريح وجهة ذي الخير سيدي ربي يفكثيد ذي البحر يفكثيد جينوان الذيور يفكثيد ذي القاعة يكون خير دي الصخر سيدي ربي إرنا يغيد البحر إوين تزرى ما شو مصح البحر يكفي أنه ذخم الأرزاق النغ وكل شيء مسخر للإنسان هذا الإنسان وهو أفضل المخلوقات أربعة صنف الموجودات صنف الجمادات الحجر والتراب وما شابه نرتقي شوية أن في صنف الطيور والحيوانات صنف الحشيش والنباتات الجمادات وبعدين الأشجار والنباتات من بعدها نروح أنا لي شوية أن في الطيور والحيوانات أنا لي شوية أن في نكني اللي هو الإنسان الإنسان أفضل الموجودات لسببين على الأقل الأول أن الخصائص التي يملكها الإنسان لا يملكها لا الحجر ولا الشجر ولا الطير ولا الحيوان ولا لي كاركتيرستيك يقسع في نادم وانت تفضل لا ذي قزرو ولا ذي الحشيش ذي الطجرة ولا ذي الحيوان ولا ذي الذيور معنى ربي فضله وثي السناث أنه يفكي غيد العقل الشقاع غدي مشقعان الأنبياء والرسل بشغ والهم يمولهن تالسة هدات البشرية بشغ والهم سافريذن الخير سافريذن سلامة أرثكين دام يلا بعد شو دينا وتستخرجون حلية تلبسونها يا حسرة اللؤلؤ والمرجان ذاغ الأرزاق قلان ذي البحر الأربيث نيزران سيسن أين دي تكسو مذان باش هذي السنفايس أثيلس هذي الزيني مانيس خاصة بالنسبة للنساء وبعدين وطر الفلك اللي هي السفن بواخر الله يبارك فيه مواخر في قذقي معناه سبحان الله هذه السفن تشق مياه البحر شقا يعني مشي الحول فافور ذي البحر يسعى الهيفا يسعى وسبحان الله تدرثت الحو سفن لب ومان شيء عجيب بعد السفن هكي الفافورات إما يمذانا إما السلعة امبور اكسبور وكذا والتجارة البحرية والسفن كاين قانون تاع الملاحة قوانين دي كونفونسيون اتفاقات تضبط على المستوى الدولي في القانون الدولي دروا انترناسيونال لان دي كونفونسيون اللي تضبط حتى البحر تعاملات الحدود القوانين الحقوق الواجبات يا حسره شحال قلنا الشغله من قران
خطر تطور العلم، الوسائل المتطورة، العالم أصبح قرية صغيرة، ولكن هذا العالم اللي فيه الدمار والظلم والحقرة والحروب، إسالة الدماء. ربنا تخلقي خلقنا باش نعيش مع بعض. ربي هو اللي قال في سورة الحجرات الآية 13، الآية 13 قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن ولا البشر كما الحوت في البحر، القوي يأكل ضعيف، واللي عنده السلاح يعتدي على الشعوب، والإنسان ما عندوش نفس القيمة. والله يرحم الشاعر اللي قال قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن كما يحصل الآن في غزة وفي فلسطين من حالات الإبادة البشرية بجميع المقاييس النقلية والعقلية والقانونية، قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. وقيمة شيء ما قدش نخرج من مضمون التفسير وإلا. المهم من بعد ذا شو ديننا، ولعلكم تشكرون. أهف ربي يذكرنا بهذا الخير بهذه النعم ولعلكم تشكرون. أغدي اسمك لي سيدي ربي، يا يمكن يدفك كل الخير، أين دفك النعم، أين غدي السخر. أهف أولو أدن دقس أدن مكثي أدنيني الحمد لله أني السين أزل النار، باش أني السين أزل النار القيمة النار وغيث فغالي العقل، ونشكر ففي جنوان سيدي ربي باش أغدي والي استطن الرحمة. أم بعد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله. سبحان الله، ربي سبحانه يضاك دواس، هذه أيضا آية من آيات الله، إلا يض إلا واس، ولكن ثكوال هذا العلاج، هذا المقصود من مقاصد هذه الآيات ثكوال إضا ذي لغزيف أم الشتوى في الشتاء الليل طويل، ثقل ذاسق غزيفا في الصيف نهار طويل، ثقة ذي حكمة من حكم الله عز وجل. وكل كل حاجة يلحو سل قدرة ربي، بروغرامي فيها بروغرام برنامج تخضع له جميع الكائنات. نكني البشر يحمل ربي في كيغ العقل يفكر لا مارج دو مانوفر توسع مليح، سي بور سا قلا ممتحنون لقاير جرب ربي سبحانه اخر فين غفروخ نغي زيمر نغ وكذاكي بروغرامي مسكين زيمر في داويضه الزلوطه كيف ثم كارطيس ذا زكر هذه ولي كماس يمزل ودي تسرى راه تسر. سبحان الله، في كوا تي زيت اكثر فاك يضسيك في زيت انشتات هي الفيل الزمرضه سالهم الزمرضه أزقر الزمرضة ستيزي ساكت السوفة العقل أغس السوفة العقل وثاكي ذا حكمة نظن سيدي ربي. المهم أن السن أزال النغ بعد شو دينا ربي سبحانه بعد إن ذلكم الله ربكم ويكو دي خلقان كينو مثلام أكد وين النظن ذواقي ذا ربي النغ ذلكم الله ربكم له الملك ذن سيك سفن كل شيء نكوني ثورة نسعى الملك غادي نصير أكت دو بروبريتي لي فري فونسي ذا يكسع الإنسان مي في الحقيقة والله راه سياسة زكا هاو لي فري فونسي نيني كادي يسوى سادس اللي زيرتي هذه بدل كاين في العلم القانون وكذا والتوثيق نقل الملكية أنا عميه سوى شو سلفريضة أو إن إلا إيرتي وارث ربك قرد ياسي ونواس شينك ورثن ثلاث ورثة ظلوزي انتحان وستراك تورا كاميون ميطن ساكي فغل عقل أستنظن كيني لا في إترني لا سيداقي دي الزاير نغي في زيوزو نغي الدوني خاطئ الحياة الأبدية سندهين في نغي سراجون ولكن الملكية يجي ملكية مؤقتة بريود زما دينا ذاك مؤقتة بلك كان 17 سنين بلك 20 بلك 70 سنة أدي يسواس كل شذي يغالي ربي ذيني مغدينا ربي ذي صورة الحديد
حديدة سبحان الله الليالي السبعة إناد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أدي قرين وكنف كربي كريفة سننوان خدم ثاكا شوية ما تشيكا غاسد ما تشيكا يعني وسط أنفقوا صرفت نفقت زكيت كذا وتتريق الليل أني مغفاني مضان إلى آخره مستسويانا ذي الليلة تسع عشرة أبري ثلاثة الليلة الآية رب دي قار ولله ميراث السماوات والأرض هذا راغي في العقل إذا رب راه يورث الكل شيء هذه ورث اللوزينات الشركة في خامن إذورار كل شيء في ورث ولله ميراث السماوات والأرض ذاك مدينة ربي سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك معنى هو المالك الأصلي لكل شيء ابتداء وأثناء وانتهاء ولكن الإنسان يتملك بعض الشيء مؤقتا في دار الدنيا وكل شيء يؤول إلى الله جل جلاله كل شيء يغلي ربي والذين تدعون من دونه وقد خدمنا الشريك يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله يا عجبا ما يملكون من قطمير على بالكم واش من قطمير هذيك القشرة الرقيقة التي تلف النواة أدفضع قن سمر حبة تمر أدكسر سمر يغسلني لن داخل فشلي مثني يسي الزين ثفر نستني ثرقاقث وينا أورزميرنا في دخلقان أورزميرن قالوا ما يقدروش لا شيء معنى ربي كل شيء ولكن تفغى العقل لغب المناسبة سبحان الله ذي تسمر كان عجب أين لن مر أذي روح ذي غص أين لن زيادة دي فغى ذي تسمر تجي ذا موضوع آخر كل حاجة هي تجفضل أسوى حظ ضرب لك هذه قيمية ونذي عاش عشرة القرون عشرة اللي سياكل على بالك في الأخير دي فاكين وسين أغوالو إيه ما يقدرش علمه عشر قرون في البحث والعلم ويستثمر الزمن مش كما هو حالنا الآن نبدد الأوقات بل نجتهد في تبديدها مع سبق الإصرار والترصد أصبح إنسان واحد يعيش سبعين سنة ولا ستين سنة يقول لك نروح نقتل الوقت نضيع الوقت قسم بالله اللي يدخل في مجال التأمل والنظر بلا ما يدرى العلماء باش زعما واحد لازم يكون أسطر يقال أسطرنومي لا جيولوجي لا 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 كان هكا سواكي كان ها سوا لا غي داير ربي يدي يهضر في لا يفذريتي أكثر من ألف مرة استخدم كان لا غي أتصوض تسند العجب ولكن أنت تسند شويط الشافعي ناه كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي سميت زاد غادي ثموسني يتبانيد اين السن غير اكثر بين السن اما اذا كان واحد ما يعرفش هذه القواعد كما قلت لكم واحد النهار يشوف اربع دقائق في اليوتيوب يقول لك انا نعرف كلش ويفتي ويدير كلش تقولوا منين يجيك يقول لك اليوتيوب اليوتيوب هو الاستاذ هو الشيخ شحال قريت يقول لك والله غير البارح شفت واحد 19 دقيقة في اليوتيوب عرفت كلش ما نسأل ما نسقسين على بالي بكلش يا مسكين للأسف لا التكنولوجيا التي تكلخ وتدمر خاصة بالاستخدام السيء لها يلا ثورا نبدأ النهاية والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير بسم الله شركنا كيما آخر آية الآية 14 لشو دين ربي سبحانه إن تدعوهم واحد كي يدير الشريك لربي سبحانه يدعوه بيسمع الأوش هو شريك حجر ولا صنم ولا مانيش عارف قمر ولا الشمس ولا بنادم يعني العباد الآن الشركاء كثير لا يسمعوا دعاكم مستمع حسن السن النار ولو سامعوه مملكون السلان ما استجابوا لكم لا يملكون شو زمار سنضي وظروف كييد ألا ربي وما تنضف كييدك ديفك ربي ربي وقال ربكم ادعوني استجب لكم
وسورة البقرة الآية 186 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من بعد واش قال ربي سبحانه في آخر آية 14 ويوم القيامة هذا ونقوارا يوم القيامة والله لو كان كيما رانا كاع الخلق أنت خميم في الآخر نفكروا في يوم القيامة نعودوا كاع أروفير كاع نديروا ردريسمو لحياتنا لأن اللي يرجع الإنسان للصواب أنه يتفكر يوم القيامة الآخر. في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ربي ذي الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. علاه النبي يقول هذا الكلام ربي والآخر خاطر هما شغل سي دي روبير كيفاش نقولوا معالم اللي تخلينا ننتبه باش نتبعوا الطريق اللي قالوا ربي في سورة الأعراف في الآية 153 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ربي ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سبحان الله هذوك الشرى يشركني يخدمني مذانا في الدنيا هم يكفرون بالذين اتخذوهم في الدنيا شركاء لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر آية آخر جملة في الآية ولا ينبئك مثل خبير. أنا أعطيكم واحد مفاجأة صغيرة مهمة ولا ينبئك مثل خبير. نستشهد بالآية في معرض الحديث عن الخبراء ليزيكسبير مثلا نروح نقسموا التركة لريتاج كي نوصلوا لاستيماسيون تاع الدار الباتيمون إلى آخره. يقول لك أخويا لازم ليزيكسبير. وي لازم ليكسبيرتيز. شكون اللي عنده ليكسبيرتيز؟ هم ليزيكسبير وكل واحد في الدومين نتاعو كل يوم بحريشيز ليزيكسبير كل يوم عنده يخدم. علاش اي رد نساوي لي زيكسبير؟ خاطر راني كزرا ليكسبير فونسي هو اللي يعرف خير منا اللي في الشركات في الامور الماليه اكسبير كونطابل لي جيومتر اللي كذا في الصحه هم اطباء لي ميدسان هما لي زيكسبير كل واحد في الدومين تاعو كل واحد في مجاله. ولكن سبحان الله خبرات خبراء الدنيا كلها محدوده ومحدده. انت اكسبير في الشركات لو كان خرجوك نديروك في الفونسي ما تعرف والو والاخر يعرف الفونسي تخرجو من ترام يعرف والو واحد في لابلومبري تقول له تريسيتي يقول لك ما نعرف والو. يعني الناس انتشرت هممهم في الدنيا فتشكلت عندهم خبره خبرات بها يخدموا بها في الدنيا هذه. لي زيكسبير انديسبونسابل ضروري سورتو دي زمانكي زائد ما في القوانين لا لوا 0809 لارتيكل 125 128 كذا هاي تهضر على الخبراء معنى لو جوج يديزيني ان اكسبير يدير الاكسبيرتيز اللي ما عجبوش يدير كونتر اكسبيرتيز هذه هي لي بروسيدور الاجراءات. ولكن ربي سبحانه نستشهد بهذه الايه يجوز الاستشهاد بهذه الآية في معرض الحديث عن خبرات البشر. من هضر في الإكسبرتيز أدنى ولاياكي ربي دي دينان ولا ينبئك مثل خبير. وربي قال في آية أخرى فاسأل به خبيرا. ولكن ربي سبحانه في الآية هذه باش يقول صاحب الخبرة المطلقة بلا حدود هو الله ولا ينبئك يا رسول الله ولا ينبئك مثل خبير. الخبير هنا المقصود هو الله جل جلاله صاحب العلم المطلق والقدرة المطلقة وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سورة ياسين الآية 82 والسلام عليكم ورحمة الله.